هذه المعلومة سوف تغير جذرياً عالم التنظيف، لذا نستضيف السيد أمين كيميائي مختص لدى هانكل. مساء الخير سيد أمين. مساء الخير. هل يمكن أن تحدثنا عن آخر أبحاثكم؟ في مخابر هينكل الدولية قمنا بوضع تحت تسمية براف ماء جافيل ذات جودة عالمية ومتوفرة حاليا في السوق الجزائرية. على عكس مياه جافيل العادية، براف الجديد يقضي تماما على كل الجراثيم لتطهير تام. نحطوا ممسحة في ماء جافيل عادية ووحدة ثانية في براف، ومن بعد ناخذوا إناء كثير للاستعمال في المطبخ. ننظفوا الجهة اليسرى بماء جافيل عادية والجهة اليمنى ببراف. النتيجة مع ماء جافيل العادية تبقى الجراثيم، ولكن مع براف ما يبقى حتى أثر، وهذا بفضل تركيبته الصافية بنسبة 99% والخالية من الملونات. هل يمكنكم الضمان أن براف يحقق التطهير التام؟ ليس التطهير التام فقط، وإنما حماية. هادو شهرين فاتوا، ما تمدليش رأيك؟ مشي سهل الحال، توحشت مالية. أنا راني عايش في الفايدة ونحمد ربي. وعلاش في الفايدة؟ لا لا يا الحاج، مازلنا نحتاجوك. أنا اللي نعرف الحاج، راهي بعد العين عليه. واش خبر عمي ربح؟ ما تشكرش عيا مسكين، والله غير جاع يغيط على هذيك اللي قلت انا لو كان يشوف بنته بالك يرتاح. والله غير عييت معها، والله غير عييت. ايه بناقص من هذه الخدمه اللي تبعدك علينا، ولو كان راك هنا معنا واش يخصك؟ وهذيك الامانه راهي مليحه، راهي لاباس. راي لاباس، راي لاباس بزاف. جابوه حطوه ما عنده حتى مستوى ويحب يوريني خدمتي انا. الله غالب. غير المشروع اللي تديه انت وكيما تحب خو، مالا فيها فطور. شفيقة، شحال من مرة وانا نقول لك نحي هذا الخوف من قلبك. انا نظن اني نتحقق بلي موليك نساو كل شيء. مولي ينساو؟ جيب لك ربي. كما تحبي كما تحبي. انا كنت فكرهم برك، كنت فكرهم مانيش عارفة. خلاص 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 خلاص، نقول لك انا شكيت في هالدواء، والله واقيلا ما خرج عليك كامل. هيا روحوا نشوفوا الطبيب كاش ما يدلعوا لك. هاي ما كلاش، انا كرهت من الدواء والدواء ما دار لي والو. خليني منه رحمه بك، بالك بالك نخرجوا، بالك تروح لي القلقه هذه شويه. والله غير سوا سوا، انت النهار كامل انت مغمومه هنايا تقول شي محبوسه. هاي روحي بدي الحوايج ونخرجوا نحبسوا. شحال مرة راك تخرجني سليم؟ على بالك عندك شحال ما شفت ولادك، واقيلا ثاني راني ديت لهم حقهم. يا ما ديتي حق حتى واحد يا شفيقة، حق الحاجة ويسلم عليك. الله يسلمو. لو كان يماك جات بحالو. يما ما تبهلوش وخليها في بلاصتها. بصح شحال نعيا وحنا ساكتين سليم، على بالك على بها راني شغل الخلعه ما تخطينيش. تفكر بلي ماك ما على بالهاش. علاش ما راناش ملاح هكذا وحدنا؟ اوه انت شحال بارد وقلبك بارد. ما قلبي بارد؟ ايه راك تمسخرنا، راني مني بصح. لو كان كاش نهار نحل الباب وتوقف لي هنايا، حق ربي غير قلبي يحبس. وين على بالها وين رانا نسكنو؟ انا وين على بالي؟ يماك تعرف كل شيء. هلا هلا راحي وجدي روحك. اي والله غير تنوضي تروحي تلبسي نخرجوا نحبسوا. اي اهدي وما تقعديش عامه، هذه تحويسه برك. انا يا ما نقدر نخمم في والو حتى نفري مشاكلي. ياسين كنك عاقل، ما تربطش عرسنا بمشاكل خدمتك. يا فايزة السيد راه جايبها مورايا من نهار اللي حطوه على بالي. حابني نمضي حاجة غير قانونية
وباقي عقابي ميزون دمر ميرختها وتحبيني نرتاح. يا ياسين، الناس كامل عندهم مشاكل، حتى انا عندي مشاكل في الخدمه، بصح الواحد يعرف كيفاش يصير معاها. ماشي كيف كيف. وكيفاش درك حبيت تهبلني؟ حبيت تخرجني من عقلي؟ حبلك راني ساكته خلاص، راه عجبني الحال. بركات ياسين، مشاكل خدمتك خليهم في خدمتك، ابقى معايا وجد معايا العرس تاعنا. اه ما راكيش فاهمتني، زوجتي وما راهيش فاهمتني. ياسين راني فهمتك وراني فهمتك مليح مليح، بصح واش دير؟ دبر راسك ياسين، نقولك صح، حياتنا رجعت جحيم على جال المسؤول ديالك. بعد عليه، بعد عليه وخلينا نتهناو. بعد عليه هادي مليحه، هادي صح يا فايزه. قريت الهندسه وفهمت ووصلت وراني، باش تجي انت اليوم تقولي لي بدل الخدمه على جال واحد تافه ما عنده حتى مستوى. ياسين راني معاك، عندك الحق، تافه وما عنده حتى مستوى وحتموه عليك وراه مسؤول ديالك، هذا هو الواقع لازم تقبله. يا فايزه راه طلب مني باش نمضيلو باش يبداو في مشروع نتاع مدرسه، ساس تاع مدرسه بدون ضمان السي تي سي. يا ربي ودك واش تحب نقول لك؟ ما تقولي لي وري حمبابك خلاص. لا لا تقول لك وتزيد، الطفله قلبها محروق عليك وانت لا خبر. يا يما صالحة، أنا عييت معاه، عييت، أنا قلت خلاص الدار كملناها بنيناها، دوك نوجدو العرس نتاعنا حتى الراجل نقلب مرة واحدة. يا بنتي هذي عين اللي بيكم. يا وليدي أنا ما نعرفش غير منك خدمتك، بصح هي تعرف، بدل هذه الخدمة اللي فيها المشاكل والمصايب، خذ رايها تربح. ياسين بعد على البلاد تهنا، راك مهندس وين تروح تلقى خدمه؟ على حسابكم انتم ننسحب مغلوب وانا على حق، يعاقبني على خاطر مشيت مع الحق مع القانون ونسكت. يا وليدي الدنيا مازال قدامك، ما تدهش من اللي تشوفه اليوم، اللي راح تشوفه غدوه اكثر. ساعات بنادم يدير اللي في يده ويخلي الباقي على الله. ياسين يما صالحة عندها الحق، شوف نقول لك حاجة، إلا كملت هكذا راك رايح تضيع وضيعنا معاك. يا سيدي شوف الوجه يماك، شوف الوجه. أنا يا وليدي خليني نفرح بيك، باباك الله يرحمه برحمة الشهادة راهم حيه في قبره عليك. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أنا غضوة إن شاء الله نمشي للولاية، نحط الملف عند المدير والخدمة تكون كيما يقول القانون. اوه اوه يما صالحة قول لك الصح، ولد واحد وفششتي هكذايا. ونفشش بنتي ثاني، ما عنديش شغل واحد اخر. نسربي لك قهوة يا وليدي. لا لا صح ما شربش. يخلاص دورك حبس مزعف، ياكلي في راسك راك رايح ديرو، ادي الملف عند المدير وخلاص. هذا هو الحل الوحيد. الحمد لله اللي لقى حل المشكل نتاعو. نقول لك الصحيح مصالحة ولا غير شقيتي روحك على القهوة، انا وياسين مازال ما فطرناش. يا حي عليا دوك نحط لولادي ياكلوا الشيء اللي يعجبهم. لا لا ما تشقيش روحك، انا رايحين للدار نشوفوا ولا وصلوا القش وفي طريقنا نشرب بيتزا. والله ما تصار بو عليا بو، انا اليوم وجدت الطبيخه بالقرنون والجلبانه طيبتهم اليوم الله الله، وبقالي شويه بوزلوف نتاع البارح خبيته لك. بوزلوف يا يما موت على بوزلوف، انا نحبه خصوصا كي يكون صابح. هايل هايل. دوك نوجد. لا 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 قاعدين انت، انا نروح نسخن. يا العمر يا العمر الزين والبهار. فرحت خاطرة في حياتي، نهار استقلال خرجت وولولت، ونولول اليوم على وليدي راح يعمر لي الدار بالدراري. يا سلام يا يما،
تعرف اللي كان حوس العالم كامل ما نصيبش واحدة تبسدي شعري كيما انت. انا اللي كنت صغيرة تحباك وضبكي كبرت وما زال يا سيد حنوني بطل عياط شوية مع فايزة. فايزة تحبك وتخاف عليك. أحمد ربي على النعمة تحوس الدنيا كامل ما تصيبش وحدة كي بحالها. ولا خايف عليها تروح ولا؟ أنا نهضر مني بالصح وهو راهو يتمسخر بي. وهي راح تصيب واحد خير مني؟ شوف يا الرويج الكرامة تحقق من روحه. قلت لك باللي فششتيه بزاف فششتيه بزاف. محسوب انتي قليل ما فششتيش. انتي ثاني فششتيه. فايزة كلوا بصحتكم كي تكملوا جو رايحين بالك وتهربوا علي انا ثاني نجي معاكم نشوف القش ان شاء الله. على بالك باللي عرس فايزة وياسين قريب؟ قلت لي على بالي. خسارة 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 خسارة. علاش؟ لو جاو الناس مسقمين لو كان نحضروا فيه زوج العرس. معليش اختك فايزة نحبها نفرح لها لو كان من بعيد. انا بصح مادا بيا لو كان تصلحوا مع مواليك هكذا نمشيو كيما نحبوا. وعلاش دوك ما راناش نمشيو كيما نحبوا؟ الطمر تاعي ما راش مريح. علاش؟ راني نحس كلي داير غلطة مع والديك. أنا راني مرتاح معاك وما على بالي قلبهم محروق عليك. مكتوبي عمي رابح يحبون قادروا. ملي كنت صغيرة مش فاكر اللي مشات بيناتنا واحد الحنانة كلي بابا حتى هو تاني كان يحبك كان يحكي لنا عليك كان يقول باللي نهار كامل انت مموراه تبع تقصر معاه حتى وانت صغير تقصر معاه كي الكبار. صح صح. ونشوف على اختك حميدة كانت جي تلعب مع اختي فايزة. بصح انت ما كنتيش تجي بزاف لا خاطر نشفع عليك خيال 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 منك. بصح بصح انا نشفع عليك كنتي تحبيني. كنت ما نقدرش نرفض عينيا فيك. كنت كي الشمس. وعلاش علاش ما كنتش تجي بزاف باش نحس بك؟ قلت لك انا نحشم خصوصا لو كان كش واحد يحشمني ويقول لي واش جابك لهنايا ولا تعرف لو كانت تحل الارض ندخل فيها. شكون اللي كان راح يحشمك؟ اختي فايزة؟ انا ونسيت ليلى. يما ليلى الطايره هذيك كانت خارجه في اختي فايزة وهي كانت صغيرة عليها. صح بصح شوف المكتوب دارت 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 ومن بعد رجعت حتى انظهرت متزوجة كريم وجارنا. شكون يقول؟ بصح انا ما فهمتهاش علاش كل ما نقرب لداركم تجري مورايا تعرف تلفني. ليلى قبيحة كانت خارجة في الناس كامل ودوك كي كبرت عقلت. سبحان الله. اسمع ماشي كانت تحبك كانت صغيرة ليلى ما كنتش خسر فيها كامل هذيك. بركة بركة زعما ما انتبهت لهاش كي كنت صغير. صغيرة تلعب مع اختي انا راه وانا كنت لاتي واش كنت نقول لك كنت نمشي مع باباك انا صغير وكان عقلي. مادام انت تقولها انا نأمنك. سالي مراك شافين نهار جيت الوهران كنت حاب تعرف شكون اللي قال لي بلي جب سلمى وانا ترميني راك شافي
خلينا من اللي فات. لا لا ولا غير نقول لك على بالك باللي ليلى هي اللي قالت لي. ليلى جاب لي ربي ليلى هي اللي عاونتنا وتحبك. جاب لك ربي وانا ثاني جاب لي ربي في الاول باللي هذه كانت الحقيقه. بس هي كانت تكذب عليا قالت لي باللي انت راح تزوج بسلمى وانا ترجعني ترميني عند ماليا. والله غير دوكلي فهم شفاين ها خرجت من داركم جات لي قالت لي باللي حبيتي تشوفيني وسمع فيك تقولي هربتي من داركم وانا يا قالت لي باللي راك تستنى فيا باش تديني لبعيد. والله ما غلط اللي قال نسا يجيبوها لبلي صح بصح علاش دارت هادشي كله الله اعلم. وعلاش ما قلتليش من قبل؟ واش من فايده كي نقول لك؟ واش من فايده؟ والله ما راني طالقه. سلام اللي فات مات. تقول لي اللي فات مات؟ شفيقة حياتنا كامل تخلطت على سبتها ها؟ هذه انا ما سكتلهاش. خليك منها خلاص. نسيتي جهنم اللي شفتيها السم اللي مازال يمشي في دمك هي سببك. سليم هيك خرجنا باش نرفعوا على نفوسنا ماشي باش تفكرني في الماضي. سمحي ليلى قبل ما تحكميه ميزي مليح سيبي باباك ما غلطش. شعل قلبك كبير. شوفي يا كان راحت لي الدار وراحوا لي دراهم بصح عوضني ربي بعائلة كاملة اللي تقول اختي واللي تقول خالتي وهذه نعمة من عند الله. واش كنا تسميها نعمة؟ ما زلتي صغيرة باش تفهمي كي نقول لك أنا محتاجت لكم ومحتاجة لحبكم. قولك حاجة يسعدوا لي عرفك هذاك وأنا نروح للسليمة دير تشكا نهار كامل هي تدعي لك وتقول بعث لي ربي اختي. خديجة قولي لي يماك راني ما نطولش ونجي نشوفها. هيا نودي بنتي نوصلك نودي. كي سقسيتك وين كنت حتى للدقة ما عندها كاينة حاجة لا نسيتي نفهمك راكي مرتي وانا هو الراجل في هذا الدار. هيا طيروا انتوما من هنا يا هيك على بالك راني نطول في الخدمة ماشي من اليوم وكنت عارف من زمان. بصح اليوم خلاص إنا عقبوها خدمة العلاج لها ولاد كاملين دارك معفونة. اسمع الدغمة راهيش معفونة وزيد ولادي راهم نهار كامل عند يما واش تحوس أكثر من هكذا. اسمع ما نحاسبكش مالا مالا حتى انتي ما عندك حتى هضره معايا. والله حلوه هذه جيت نحاسبك حاسبتني وين راك تبات بعيد على الدار خدمتي وشغلي. الا علبوها هذه الخدمه ولا هذا الفوت اللي طلعت فيه رجعت مهم بصح لو ريحتك مش ليا ولا لولادك. هبت من صوتك الجيران. اسمع خرجتي من حبل عقلي خلي الناس يسمعوا كامل. مالا قعدي فيها وحدك. Thank you.
تفضل. ياك لاباس لاباس ما تقلقش. لا لا مانيش مقلق. دونك كنت قادر تخليها الغدوة وتجيبها، حالتها ماهيش مستعجلة. بصح أنا كي طاحت تغشات تخلعت، ديتها ليزوجونس بالخف وهما اللي بعثوني هنا. شحال في عمرك مدام؟ 44 سنة. الله يبارك. بارك فيك. في العمر تاعك الحمل ماشي حاجة سهلة. جوف عادي بصح المدام تبان عيانة شوية. ما راهوش يطلع لك الضغط هاد الأيامات؟ لا لا عمري ما يطلع لي الضغط. مشاكل في القلب؟ ها؟ مشاكل في القلب؟ لا لا قلبي مليح. تفضل هذه التحاليل لابد تديرها المدام ويلزم تحافظ على صحتها، ما تلفديش تقيل. هاكي تسمعي بالك تقيل؟ راك متأكد راهي مليحة؟ راح تكون مليحة لو كان تعرف تحافظ على صحتها. ما تنساش الحمل في العمل تاعها ماشي حاجة سهلة. نكون معها نكون معها. روحوا يعطيك الصحة. مشوي مشوي. بيبي بيبي هذا زمان ما سمعتش خبر يفرح كيما هذا. انا راح يقعد عندي وليدي. انت وانا يا شفيقة رحمة ربي واسعة. بصح نتفاهموا تفاهموا مليح هاد الخطرة. على واش؟ بهذا الخبر لازم الناس كامل تسمع بلي تزوجنا. يا سليم يا سليم انا وراسك ما يسمع حتى واحد. خليني انا وراسك اللي تحبني ما ديرهاش ما ديرهاش يا سليم ما ديرهاش انا وراسك. خلاص 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 ما عنديش ما عنديش نهار تحبي انت. لا عقل برك. كي خمم خمي خمي بلي من الناس 7 شهور طفلة تعيط انا. ها بابا وانا اللي كنت مريضة والدوخة و... وانا نسعف فيك. عندك ما راح تزيد تسعف. معليش معليش معليش. اهنا راح يوعد عندي وليدي. انا هذا نحفظه كامل لخطر ما يفهمه هنا في الماكلة اللي لازم له في المرض اللي بنا. شوفي شوفي انا كي تعود عنده الحمى بالك بكري عند بالي كي تكون عنده الحمى زيد الخطي. الله غير قال لك حطوه في البرد. سمعت بغات تقرا فيها وقيلا انت اللي تجيك الحمى على حسب ما مباركة يعطيك الصحة في هذاك المتوم جا طايب على قاني. الله يسلمك يلا صديقة. ايه يدين يدين مباركة ما شاء الله. شوفي مباركة نعم ما تعطيش للدراري لا تايا خاطش راهو راح الحال لازم يرقدوا دروق. قولي لي لا صالحة وجدتي القايمة؟ انا ما درت والو نهار يلحق العرس. من جهتي غير ما تخميش انا ما عرضتش الغاشي. ايه بصح كيما قلت الياسين لازم العرس في الصالة نتاع كنزة كبيرة وشابة. راهو كلش في يدك ديري كيما تحبي وانا ما نعرفش خير منك. يما ياك هدرنا وتفاهمنا على كل شيء. عندها الحق ياك متفاهمين خلاص. ايه واش فيها لا زدنا تكلمنا. ياسين راهو عيان ينوض بكري غدوة. يما راك تشوف يا نسيبي مرتك راهي نسات يماها من درك. حاشا لا عيشة حاشا. يا نسبتي العزيزة ما تنسيش بلي انتهي الصح
انت الكل في الكل. حقا فايزة ما تنسيش هذوك الكوعات نديهم لسليم نعطيهم له مره واحده. صح. راكم رايحين عند سليم غدوه؟ ايه ندوا له الكواغط. همانه ما تروحوش بلا بيا، رجلي على رجلكم هكذا باش نشوف دار وليدي العزيز الجديده. فايزة شنو الكواغط اللي تهضر عليهم؟ كواغط الغرامه تاع العام اللي فات. هادو خلاص بعتهم. بعتهم والله غير ريحتنا يا الحاج مطرق يعطيك الصحة. عملت مليح يا بابا، على بالك ياسين عنده شغالات بزاف صباح. ايه ما قلتش، نهار اخر ردوني معاكم. يما هذاك هو سهل، ابقى على خير. اختي عيشة نبقيك على خير. بالسلامة. كتر خيركم. كتر خير ربي. على خير. الله يسلمك. الحاج من بعد عندي كلمة معك. أنا مبروك عليك شقيقة. مبروك عليك. حلوة شوية. مبروك عليك خويا. أنا العكس، أنا زيد شوية سكر. سكر يا فرح أختي شفيقة. وقيلة الفرحة نتاع البيبي ضيعتكم. اسمح لي خويا ياسين، اسمح لي. خلي خلي ريحي. طبيب قال لها ريحي. بعدها سالم. فايزة روحي روحي. سالم. إلا ما قدرش نتحرك نروح نموت خير ريحي ما تنوضي. راس هيا بس على بالك خويا يما قريب جات معانا. ما تمسخريش. نقول لك فكرتني لو كان ما سلكناش الحاج انا والله غير حرت واش نقول. كان تشوف حتى عشينا انا وبابا نكذبوا عليها. فايزة بالك تجيبيها لهنا؟ ما تخممش خويا، منا وجاي نولي نعس روحي معاها، ما تخافش. هاي السكر هاي. ها قلت لك ريحي. ما بياش الراحة سليم. أنا جاب لي ربي الدواء اللي عطاني الطبيب هو اللي راه يدير لي الدوخة. لا لا شفيقة لا لا. كاين بزاف النساء اللي يجيهم الوهم بالدوخة. وبالسعاف وتكرفيس خليه برك. ها قولي لي. إلا جات طفلة واش تسميها؟ ولا جا ولد واش تسميه نتايا؟ يلا. انتي ثاني. الواحد ما لازمش يفرح بزاف حتى الاخر، كيما يقولوا كيزيد نسميه بوزيد. إن شاء الله. إي والله، ها بدينا توسويس. ماشي توسويس سليم، الطبيب عنده الحق، أنا راني نحس روحي ضعيفة بزاف. وثاني في العمر تاعي ما بقى لي جوف. هيا بركي بركي، واش هاد الهضرة هادي؟ مازال كي صغيرة واش بيكي؟ أنا. شدها يرحم بابك. عندها الحق فايزة. شوفي شفيقة، ما لازمش دايما نسلمه بالفرضية العلمية، قدرة رب العالمين فوق كل شيء. أعطيك مثال، أنا نشفى على مرت عمي والله غير قريب عجوزة وتولد في الدار وبلا مشاكل تاني. صح وش راهو يقول على بالك. شوفي شفيقة، احنا عندنا عساس 20 سنة الزواج، كيما دار باش يزيدوا عنده دراري ما قدرش، كي لحقت مرته 50 سنة ربي رزقهم بولد كي القمر. شت لي صبر ينال ولا هاوي. لا لا لا، هديني روحك وبركاي ما توسويس. ان شاء الله شفيقه ما تعي كيما اليوم تفرحي ببنتك ولا ببنك ان شاء الله. ياسين قال لي بابا باللي عندك مشاكل في الخدمه. سالم بركات، انا ويما صليحه ما جينا نسيوها تزيد تفكروا انت يا دركا. ولا انتوما زعما اللي تنسوني، انا اللي في راسي ولا غير نديرها. صح، ولو كانت لتها معايا درك نوجدوا لعرسنا ماشي خير؟ العرس مازال له شويه ولا راني غلط؟ معك شغلت مازال؟ واش مازال؟ بالحاره 6 شهور. عندها الحق ما بقاش. وست شهور عندك ليلى؟ عندها الحق فايسة، الزواج ليلى وتدبرتو عام. يما تكون بدات توجد. يما انا وش بيك نخلو روحنا حتى دقيقة الأخرى ونتبهدلو قدام الناس. عندها الحق ياسين، والدار كملت. يا حسرة كملناها، دوك رانا مع القش، وزيدي تعرفي هذيك صبيغة جديدة، القش تاعنا كامل راه مدكس في البيت. بالصحة ولهنا. الله يسلمك. يا سيدي مبروك مسبقا. وعلاش راك طمع ما تحضرش ولا كيفاه؟ ياخاه ياسين معلوم يحضر، هذه أخته. وأنايا ماشي خوكم. يا ياسين خويا
خويا وزياد علاش؟ اسمع، حتى شفيقة لازم تحضر. اواه لا 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 لا، انا نقابل يماك ولو كان مالي يسمعوا. شوفي شفيقة، ان شاء الله يسمعوا مالك وتتفاهموا ويكون لي كلش مليح. ولا واش قال سالم؟ كما قلتي، انا والله ما راني مهني غير نهار نشوف والدي هادي دارين بيها. سليم، راكم مخبيين عليا حاجه؟ والو والله والو. سليم، نوكل عليك ربي الا راكم كش ما مخبيين.